نحن عجبنا بعض وصرنا نلتقى بالسر كمان، بس ابنك أجي وأنا ما عاد عرفت شو بدي أعمل. صدقيني أنا ما كنت بقصد، بس هو ضحك علي. هدول الصور رح أنشرهم على الإنترنت ووقتها رح تصير مشكلة كبيرة بعيلتي. حاولت خلي أجي يفهم ويتراجع عن هالحكي، بس هو بلش يهددني ويزعجني وبلش يضايقني. خالتي عن جد مالي فهمانة هلا شو بدي أعمل، وهلا أنا إذا قلت لعائلتي عن القصة ما رح يفهموا علي والحالة رح تصير أسوأ. خالتي أنتي أملي الوحيد، لو سمحتي خلي أجي يفهم وضعي من وقت حفلة الخطبة، وفهمي أجي قبل ما يظلم ثلاثة أشخاص. إيه لا تخليه يتهور، خبري ما يعمل هيك. نحن الاثنين منحب بعضنا كتير، بس ما بعرف ليش عم يعمل هيك وليش هالتصرفات البشعة هي كلها. ما عم بفهم. خالتي أنا بترجاكي تساعديني، ساوي شي من فضلك، الغي زواج أجي ومهيك. بترجاكي خالتي ساعديني، بترجاكي تنقذيني من هالورطة، ساعديني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.